السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. اليوم 2 أول مارس، اليوم 16/9/2024. اليوم شنا غنشوفو أثمنة ديال الماعز وديال الغنم إن شاء الله بإذن الله. نتمنى ديروا لايكات وشكرا للإخوان والأخوات، وتحية للإخوان كما كتشوفوا. راه شوف الإخوان، بالمناسبة راه السويقة ديال 2 ولا ماس راه ما كتعمرش مزيان، باش عارف كي اللي كيقول لك راه كتخوم، ما كتبدا البيع ديالها حتى الأربعة ونص حتى الخمسة ونص ديال العشية، عاد كيبيع غدا، عاد كيكون السوق ديال 3 والماس. اليوم 2 وغدا السوق ديال والماس. ونتمنى من الاخوان ديروا الاشتراك وخليونا التعليق ديالكم، واي واحد بغى نصور ليه شي حاجه ولا سميتو كتهم الاسواق المغربيه ولا شي حاجه يكتبها في التعليق. وشكرا لكم، الله يجازيكم بخير والله يحفظكم الله يكبر بكم. تحياتي للاخوان والاخوات، شكرا لكم والله يبارك فيكم. استوي هذه اختي وزاحة زنقي.
من هم